ما الذي يقف وراء التحذيرات الأمريكية الروسية من استخدام الغازات السامة في إدلب؟ هل تستشعر تركيا خطراً حيال التحرك العسكري تجاه المحافظة؟ وما الذي تحمله زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى مناطق قسد؟ مصير ضبابي وملامح غير واضحة المعالم هي أبرز ما يميز المرحلة المقبلة في إدلب، وسط محادثات مستمرة تدور بين روسيا وتركيا وغيرهما حول المنطقة. الحديث عن المنطقة تتصدره التعزيزات والحشودات العسكرية للنظام وتجهيز المتاريس والأنفاق والدبابات والمدافع على جبهات أبو الظهور بإدلب وأبو دالي ومطار حماتة وجبل التركمان وسلمى في اللاذقية وعموم الشمال السوري المحرر. التعزيزات في سهل الغاب ضمت وفق مصادر إعلامية محلية نحو 400 مقاتل من مصالحي النظام في ريف حمص، مع تجهز 200 منهم أيضا لتعزيز جبهات النظام في إدلب، حيث اشترط اتفاق المصالحة المشاركة في محاربة تنظيم الدولة وتحرير الشام عند الحاجة، فيما التحقت فرقاطتان روسيتان بالأسطول الروسي على شواطئ البحر المتوسط قبالة الساحل السوري. تعزيزات النظام وروسيا قابلها إعلان رفع الجاهزية الكاملة من قبل غرفة عمليات الجبهة الوطنية المشكلة قبل شهر من اندماج كبرى الفصائل الشمال المحرر دون هيئة تحرير الشام، وذلك كخطوة استباقية لأي هجوم محتمل. وفي حين لم يكشف بعد عن محتوى الخطة الروسية المقدمة لتركيا وطبيعة التفاهمات الدبلوماسية والعسكرية والقمم الثنائية المشتركة حول إدلب، حذرت شاويش أوغلو من أن الحل العسكري سيكون كارثة على إدلب ومستقبل سوريا، فيما اتهمت موسكو فصائل المعارضة بالتحضير لهجوم كيماوي في إدلب لتحميل النظام المسؤولية عنه، معلنة أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا تستعد لشن ضربة على سوريا من أجل تغطية هجوم الفصائل. وينضم إلينا مراسل حلب اليوم من إدلب محمد ضغيم. أهلا بك سيد محمد، أو محمد، كيفك محمد؟ بالنسبة لإدلب الآن، هل هنالك رصد لأي تحركات عسكرية للنظام إن كان على تخوم المدينة أو ما حولها؟ نعم، رصد المقاتلون على تخوم قوة الذين يرابطون على تخوم قوات النظام تحركات عسكرية للقوات المتواجدة على الجبهات، وهناك أنباء وصلت من مناطق النظام على يعني في ريف حماة أن النظام قد أتى بقوات من درعا ومن ريف حمص الذين قاموا بعمليات مصالحة هناك إلى ريف إدلب، إلى جبهات ريف إدلب بالقرب من ريف حماة. أيضا اليوم هناك تحركات مريبة للقطاعات العسكرية لقوات النظام في ريف حماة، حيث قام النظام بتحريك الطيران، تحريك الطيران من مطار، من مدرسة المجنزرات ومن مطار حماة إلى مطارات أخرى. أتت هذه التحركات بعد أنباء عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري. كل المعلومات التي ترد حتى الآن هي أنباء لم يعني يتأكد من صحتها الكثير من يعني هذه طيب الآن خارج الأنباء، يعني دعنا من الأنباء محمد، أنت الآن على الأرض، هل شاهدتم ما يعزز هذه الأنباء؟ هل رأيتم بأم عيونكم أي حشودات أو حركة غير طبيعية على تخوم إدلب، ريف حماة الشمالي، ريف اللاذقية؟ حتى الآن لم يحصل أي حركة عسكرية تؤكد وجود هذه الحشودات، وإنما هي كما ذكرت أنها
هي أنباء وصل عن وصول هذه القوات أو القوات الرديفة كما يسميها النظام إلى هذه المناطق، طيب لكن حتى الآن إذن لا يوجد على الأرض لا يوجد أي شيء، يعني الأوضاع على الأرض نعم كما هي سابقا، ولا نعم يوجد أي شيء مما على العكس يتحدث عنه هناك النظام. تحركات، يعني بالنسبة لريف إدلب الشرقي فهناك تحركات من منطقة سنجار باتجاه مطار أبو ظهور والعكس كذلك، يعني هذه الحركة دائمة تقريبا منذ انسحاب سيطرة تقصد النظام يعني على هذه محمد؟ المناطق. نعم، هل تقصد بانسحاب يعني تراجع من قبل هذه القوات؟ ليس انسحاب، وإنما هذه الحركة دائمة، يعني تتحرك قوات نظام من مكان إلى آخر، لكن حتى الآن الجبهات ما زالت كما هي منذ سيطرة قوات النظام عليها، ومعظم يعني هذه القوات يعني لا ترقى لشن هجمات أو إقامة معركة في القريب العاجل مثلا. إذن هل كل ما يحدث يعني محمد هو مجرد تحشيد إعلامي أو بعبعة إعلامية إن صح التعبير لا أكثر، ولا يوجد شيء على الأرض كما تقول؟ في الحقيقة يعني منذ أشهر وحتى اليوم يحاول النظام بث شائعات وحرب إعلامية، إضرام حرب إعلامية على محافظة إدلب لزعزعة ثقة الناس بالثوار الذين يتواجدون على الأرض، وبث الخوف في صفوف الناس ليحصل لإدلب كما حصل لدرعا كما شاهدنا كيف سقطت في غضون أيام. الناس هنا بشكل عام يعني يحاولون زرع الثقة بين بعضهم. الآن نرى مثلا في بعض الأماكن قيام المدنيين بالتدشيم وحفر الأنفاق وما إلى ذلك بنية الدفاع عن هذه المحافظة من أهل المحافظة ومن الذين وصلوا إلى هذه المحافظة من محافظات أخرى كما شاهدنا خلال السنوات السابقة. كل من وصل إلى هذه المحافظة لم يصالح النظام، وهو يفضل الموت على الإقامة في مناطق النظام. لذلك الناس تستعد، إن كان هناك معركة فهم يستعدون لهذه المعركة، وإن لم يكن فالاستعداد قائم على قدم وساق. طيب بالنسبة للاستعدادات التي أتيت على ذكرها، وخصوصا وأن يعني الروس يروجون لضربة كيماوية محتملة، هل هنالك تحصينات أو ربما اتخاذ إجراءات وقائية تحمي المدنيين إن كان من خلال أقنعة واقية أو ما شابه ذلك؟ في الحقيقة الضربات الكيماوية يعني تعجز المنظمات أو المنظمات الطبية أو المؤسسات الطبية في محافظة إدلب عن تزويد الأهالي بالأقنعة الواقية للأسلحة الكيماوية، كما لاحظنا في السابق أن يعني الضربات الكيماوية يعني تؤثر على عدد كبير من الناس، فبالتالي تحتاج هذه الأقنعة أو المضادات الأسلحة الكيماوية إلى يعني جهد كبير، ويمكن أن نقول ربما يكون جهد دولي يعني استيعاب الأعداد المتواجدة في محافظة إدلب. الشائعات أو الأخبار المتواردة الواردة عن نية النظام يقول أن الخوذ البيضاء هي من ستقوم بضربة كيماوية، وكل مرة عندما يذكر هذا يقوم هو بضربة بقصف منطقة ما بالأسلحة الكيماوية. فبالتالي يعني طيب الاستعداد لضربة كيماوية من المستحيل أن يعني تستوعبها المنظمات الطبية أو ما إلى ذلك. طيب محمد، يعني كيف أثرت الحرب الإعلامية، التصريحات، التجيش الذي يقوده النظام إعلاميا على حياة الناس هناك في إدلب؟ هل الحركة ما زالت طبيعية هناك؟ في الحقيقة بين الفينة والأخرى يعني يحدث هنا جمود في محافظة إدلب بالنسبة التعامل التجاري أو ما إلى ذلك. اليوم يعني بعد الهجمة العسكرية أو ربما هجمة الطيران التي حدثت منذ أيام على محافظة إدلب وبالأخص على ريف إدلب الجنوبي، نزحت آلاف العائلات من مناطق ريف إدلب الجنوبي، ما يعني أدى إلى انعدام الحياة في تلك المناطق. بالنسبة للمناطق مناطق محافظة إدلب بشكل عام فهي تشهد حياة يومية يعني شبه مستقرة حتى اليوم. الناس ربما يراودها بعض القلق من ضربة عسكرية أو ما إلى ذلك. الناس يعني لا تخاف من
من اجتياح النظام، وإنما تخاف من عودة الطيران إلى الساحة وضرب المناطق الآهلة بالسكان. طيب ماذا عن الاعتقالات التي تطال مروجي المصالحات في إدلب، أو كما يقال خلايا النظام إن صح التعبير؟ نعم، النظام عمد إلى عدة أساليب ليقول بأن هناك الكثير من الذين يريدون إقامة مصالحة معه. فهنا في منطقة ريف معرة نعمان ذكر البعض أن النظام، أن بعض التابعين للنظام أخذوا بعض البطاقات الشخصية بهدف الإيتاء بسكر أو ما إلى ذلك، أشياء يعني معاش على بالسابق كان يقال عنها. أخذت هذه البطاقات الشخصية إلى مناطق سيطرة النظام وقام بتسجيلها على أنها يريد أصحاب هذه البطاقات الشخصية إقامة مصالحة مع النظام. على هذه المعلومات التي وردت هنا، تقوم الفصائل المسيطرة في ريف إدلب بإلقاء القبض على مروجي المصالحات، حتى يعني الكثير منهم تم إلقاء القبض عليهم وبعضهم فر إلى مناطق سيطرة النظام. اليوم لا أحد يجرؤ على بث مثل هذه الأقاويل أو يعني الشائعات يعني التي تؤثر على نفسية المواطن في ريف إدلب. شكرا جزيلا لك محمد غيم مراسلنا، كنت معنا من ريف إدلب. مشاهدينا بعد الفاصل، ما الذي يقف وراء التحذيرات التركية الروسية من استخدام الغازات السامة في إدلب؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتحدث لكل من انضم إلينا الآن عن التصريحات والتهديدات المتبادلة من قبل دول القرار، الأمريكان والغرب والروس، حول مصير محافظة إدلب وحول فرضية استخدام الأسلحة الكيميائية هناك. ينضم إلينا السيد حسين عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول. أهلا بك أستاذ حسين. بداية، بعد تهديدات واشنطن لروسيا في حال استخدامها أو استخدام النظام لأسلحة كيميائية أو كيماوية في إدلب، موسكو تتهم الفصائل بالتحضير لهجوم كيماوي لاتهام النظام، ما هدف روسيا من هذه التحليلات وهذه الاتهامات؟ بداية، في تقديري الهدف الروسي يمكن أن نضعه في مستويين. الأول وهو أنها تحاول أن تجد الحجة والمبرر الشرعي والقانوني لبدء هجمات عسكرية ضد هيئة تحرير الشام وبشكل خاص جبهة النصرة، خصوصا في ظل العقبات اليوم التي تقف في وجه روسيا بسبب الشريك الرئيسي وهو تركيا الذي يرفض أي عملية عسكرية. اليوم تحاول روسيا أن تضخم موضوع جبهة النصرة وتحاول أن تضع منه تهديدا عسكريا يستخدم السلاح الكيماوي، وبالتالي هذه يصبح لروسيا والنظام المبرر الشرعي والقانوني للقيام بعملية عسكرية. الاحتمال الثاني وهو أن روسيا تمهد نظريا وشرعيا لقيام النظام باستخدام السلاح الكيماوي. الجميع يعلم أن النظام استخدم السلاح الكيماوي في معارك عسكرية أقل صعوبة من معركة إدلب، يعني استخدم الكيماوي في الغوطة الشرقية، ومعركة الغوطة الشرقية أسهل بكثير من معركة إدلب من الناحية العسكرية. وبالتالي قد يكون هذا الهدف أنه إذا ما استخدم النظام السلاح الكيماوي في المرحلة المقبلة في معركة إدلب، تقول روسيا قد أعلنت وقالت المجتمع الدولي أن هناك فبركة وأن النظام لم يستخدم السلاح وأن جبهة نصرة هي التي قامت بذلك وأنا حذرتهم، كما جرى تماما في الغرب. طيب هل هذه الدول يعني هي ساذجة إلى هذه الدرجة لكي ينطلي عليها هذا الأمر، أم أن روسيا اختارت المواجهة وتقول لهم بطريقة غير مباشرة نحن سوف نهجم على إدلب؟ في كلا الحالتين سيدي، في كلا الحالتين سواء كانت هذه الدول ساذجة أم روسيا هي ساذجة،
على المستوى الاستراتيجي العملية العسكرية التي إذا افترضنا أنها ستقوم بها واشنطن لن يكون لها أي قيمة استراتيجية. يعني هناك عمليتان قامت بهم الولايات المتحدة، الأولى العام الماضي في مطار شيراتون والثانية في شهر أبريل الماضي. في العملية الأولى جرى قصف مطار فارغ خالي من أي محتوى لا فيه لا طائرات ولا معدات. وفي العملية الثانية الولايات المتحدة أعلنت قبل 3 أيام من بدء الضربة بأنها حددت النطاق الجغرافي للعملية العسكرية في محيط دمشق، ما دفع النظام إلى سحب كل معداته وكل أسلحته من القواعد العسكرية، وبالتالي كانت الضربة ضعيفة جدا ولم تحقق هدفها العسكري. يعني في كلا الحالتين الضربة العسكرية قيمتها صفر. طيب، ولكن ربما يعني هذه المرة يعني هنالك تحركات للمدمرات الأمريكية في الخليج تدل على تأهبها قبل حتى قيام النظام أو الروس بالهجوم على إدلب، على خلاف المرات السابقة. لماذا هذا التأهب ولم يتم الهجوم بعد على محافظة إدلب؟ أولا موضوع التأهب في تقديري هو مرتبط بالشرق الأوسط أكثر مما هو مرتبط بسوريا، يعني مرتبط في إيران. الولايات المتحدة مقدمة على تصعيد اقتصادي كبير وسياسي تجاه إيران، وفي نوفمبر المقبل يعني تبدأ عمليات العقوبات الاقتصادية على النفط الإيراني، وهذه البوارج الأمريكية التي تأتي على الخليج هي دائما عمليات متكررة ودائم ولا جديد فيها. قد تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية ضربة الآن عسكرية، وقد تقوم بضربة عسكرية إذا ما استخدم الكيماوي، وعلى الأغلب ستقوم بذلك، لأن ترامب اليوم يعاني من مشكلة داخلية، يعاني من ضغوط كبيرة في الداخل الأمريكي، وعادة الرؤساء الأمريكيين عندما يعانون أزمات داخلية يهربوا فيها إلى الخارج، واليوم المثال والجو المثالي والمكان المثالي للهروب هو سوريا. فأما يعني إذا ما استخدم النظام ذلك، وهناك احتمال يعني ثالث، يعني دعني أن أكون موضوعي، قد يكون فعلا جبهة نصرة والتقارير الروسية صحيحة وأن جبهة نصرة فعلا قامت بعمليات نقل بكلور، ونحن لا نثق بجبهة نصرة، وجربنا جبهة نصرة خلال السنوات الثلاث الماضية كيف أن كان لها حساباتها الخاصة مختلفة عن حسابات المعارضة، وبالتالي قد تكون جبهة النصرة التي تعتمد البراغماتية دائما قد وجدت نعم. ولكن يا سيد يعني روسيا استخدمت هذا الأمر نفسه في الغوطة، هل كان في الغوطة أيضا نصرة وفي طبعاً كافة المناطق طبعاً. يعني وهل يعقل لجبهة النصرة، ليس دفاعا عن النصرة ولكن هل يعقل من أين للنصرة أن تأتي مثلا بهذه الغازات أو بالكلور أو بهذه المركبات؟ هذه تحتاج دول. كما قلت لك على الأغلب هو هذا السيناريو هو سيناريو ضعيف، السيناريو الأقوى وهو أن النظام يستعد لاستخدام الكيماوي وأن روسيا تمهد لذلك، أو أن روسيا تمهد لشن عملية عسكرية ضد جبهة النصرة. هذان هما الاحتمالان الأكبر. وأعتقد يعني أن يعني هذا هو الذي سيحدث، عملية عسكرية في إدلب قد يضطر النظام فيها فعلا إلى استخدام الكيماوي، وهو يعني جرب عمليتين عسكريتين أمريكيات لم يتعرض فيهم للأذى ويستطيع أن يقوم باستخدام الكيماوي مرة ثالثة. يعني بعد ضربة الشعيرات كان يعتقد أن النظام لن يستخدم الكيماوي، استخدم الكيماوي في الغوطة الشرقية، ويمكن أن يستخدمه أيضا في إدلب لتوجيه ضربة قوية لفصائل المعارضة، فكل الاحتمالات مفتوحة. طيب، ولكن ألا ترى معي سيد حسين أن يعني هذه المرة الروس يعني كثيرا ربما يعني تصريحاتهم تدل على أنهم متخوفون بالفعل هذه المرة، ربما تكون هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة؟ يعني كل هذه التصريحات حول احتمالية هجوم، هم يريدون أن يغطوا المسلحين لأن المسلحين سوف يقومون بهجوم على اللاذقية وعلى حماة وعلى حمص وما إلى هنالك من هذه التصريحات. أعتقد أن المخاوف الروسية لا تكمن في هذا الصعيد، وإنما تكمن في العودة الأمريكية. يعني منذ أشهر عديدة، تقريبا منذ شهر يناير، هناك غياب أمريكي عن المشهد السياسي والاستراتيجي في سوريا. خلال الشهر الماضي هل ستكون إدلب يعني هي البوابة لإعادة لكي تعيد واشنطن نفسها إلى الواجهة؟ قد تكون طبعا إذا ما استخدم الكيماوي، قد تكون فرصة قوية للولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة أقوى من الضربة الماضية وأقوى من ضربة الشعيرات، في توجيه رسالة إلى روسيا بأننا عدنا وبدأنا نمسك بزمام الأمور في سوريا. وكل التصريحات الأمريكية والتحركات الأمريكية في الحسكة وفي الرقة وفي دير الزور كلها تؤكد على أن هناك عودة أمريكية واضحة.
طيب الآن عادت على المستوى السياسي، قد تستغل الظرف للعودة إلى المستوى العسكري وتوجيه ضربة عسكرية تكون أقوى من الضربتين الماضيتين. طيب سيد حسين، يعني الأمر لم يقف هنا عند التصريحات الروسية حول يعني اتهام المعارضة أو جبهة النصرة والدعم من قبل دول من أجل استخدام أو ما أسمتها مسرحية. قامت روسيا أيضا باتهام بريطانيا مباشرة بالتورط بما أسمتها مسرحية الكيماوي التي ستحصل في جسر الشغور تحديدا. هل يمكن القول أو هل ستقطع إدلب ربما شعرة معاوية إن صح التعبير بين الغرب وبين الروس؟ شوف أستاذ الكريم، بالمعنى الاستراتيجي إدلب هي تابعة للمحور الروسي التركي، الغرب ليس له علاقة في إدلب. وكما تعلم يعني الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدنمارك وهولندا أوقفوا دعم الشرطة المحلية في إدلب، وكانت هذه رسالة واضحة بأن هذه المحافظة ليس لها علاقة بنا وهي تخضع للاعتبارات الروسية التركية. لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتدخل في إدلب. كل ما هنالك أنه إذا ما استخدم الكيماوي ستوجه ضربات النظام ليس في إدلب بالمناسبة، وإنما في مناطق عسكرية التي أطلقت منها الأسلحة الكيماوية، وهذه الضربة ستكون بمعزل عن إدلب. هي الاعتبارات أمريكية لأن هناك خط أحمر أمريكي لا يستطيع أحد تجاوزه، ومن تجاوزه سيتلقى ضربة. هذه الرسالة هي توجه لروسيا أكثر مما هي توجه للنظام. طيب من هنا روسيا قالت إن الغرب يبحث، آسف لمقاطعتك ولكن لكي لا نفقد الفكرة، روسيا بهذا السياق قالت إن الغرب يبحث عن ذرائع على حد تعبيرها لطرح مسألة تغيير السلطة. هنا إلى أي مدى يمكن القول إن الغرب أو إن رؤية الغرب للحل السياسي في سوريا هو بتغيير النظام، وهل سنشهد ضغوطا بهذا الاتجاه؟ اولا يعني التصريحات الروسيه هذه الاستهلاك الاعلامي، فكره تغيير النظام غير موجوده على الاطلاق، يعني من لا على المستوى العسكري ولا على المستوى السياسي ولا حتى عند الغرب، ولا حتى عند الغرب. يعني من الذي سمح للامور ان تصل اليها على المستوى العسكري؟ الولايات المتحده هي التي غضبت الطرف. واذا راقبت انت يعني التغيرات السياسيه منذ اجتماع جنة الاول في نهايه عام 2015 الى صدور القرار الدولي 2254 الى الورقه المستوره ذات 12 بند الى ورقه تيرلسون وزير الخارجيه الامريكيه في شهر يناير الماضي الورقه الخماسيه الى التصريحات السياسيه الامريكيه الاخيره، كلها تؤكد على ان لا نيه لاسقاط النظام ولا نيه لانتقال سياسي، والحديث يجري الان عن اصلاح سياسي ومسار سياسي. فكره اسقاط النظام غير موجوده في العقل الامريكي في السياسه الامريكيه، وهناك تفاهمات روسيه امريكيه واضحه في هذا الموضوع، وهذا الموضوع اصبح خلفنا. اليوم الخلاف على مستوى التغيير، على مسار التغيير، هل سيكون التغيير كبيرا ام سيكون التغيير على درجات وعلى تدريجيا وعلى مستوى طويل؟ هذا هو نقطه الخلاف فقط بين العاصمتين. اما فكره اسقاط النظام عسكريا وسياسيا هذا الامر انتهى نهائيا. طيب في الوقت الذي تتحرك بها البوارج الروسية من جهة والمدمرات الأمريكية من جهة، هل سنشهد ربما يعني ردا حازما على استخدام الكيماوي من قبل الأمريكان، أو أن أمريكا تريد بالفعل العودة إلى الواجهة على الرغم من الأزمة التي يعيشها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ ربما تكون هذه الأزمة فرصة له للعودة أكثر إلى المشهد السوري، لكن السؤال الأساسي هل هذه العودة ستكون تكتيكية أم هي عودة استراتيجية؟ الحقيقة خلال السنتين الماضيتين أمريكا حيرتنا، حيرت جميع المراقبين. يعني هناك كان تصريحات متناقضة وهناك تصرفات متناقضة. يعني في اللحظة التي تعلن فيها أنها ستنسحب من سوريا، في هذه اللحظة كانت تدعم الوحدات الكردية، فجأة بعد مفاوضات نظام الأكراد فجأة نشاهد عودة أمريكية قوية جدا على الساحة الكردية، سواء على الصعيد العسكري الدعم العسكري أو سواء زيارات المسؤولين الأمريكيين. يعني ممثل الخارجية الأمريكية ويليام روباك زار ثلاث مناطق في شمال غرب سوريا، بريت ماك وولك وفد أمريكي للتحالف الدولي زار الرقة، وفد أمريكي أيضا زار مدينة عين العرب. هذا يدل على أن هناك عودة أمريكية واضحة على المستوى الكبير. تصريحات جون بولتون السياسية، تصريحات بومبيو قبل 10 أيام السياسية، كل ذلك يدل على أن هناك عودة أمريكية. وعندما يعني لاحظنا أيضا كمان أيضا الخطاب الكردي خلال الأيام الماضية، هناك تشدد في الخطاب الكردي وكأن هناك تفاهم أمريكي. يعني عندما يقول رياض ضرار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية بأن الحل الوحيد هو في يد الولايات المتحدة، هذا نوع من الرسالة ونوع من التشدد
التشدد الكردي. هناك عودة واضحة أمريكية إلى المشهد السوري، لكن كيف ستختتم هذه، كيف ستتجسد هذه العودة؟ هذا الأمر إلى الآن غير واضح المعالم. نعم، وهذا ربما السؤال الأكبر، هل ستسير إدلب على خطى درعا أم أن الأمر سيكون مختلفا تماما هذه المرة؟ أشكرك جزيل الشكر السيد حسين عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول. مشاهدينا بعد الفاصل، هل تستشعر تركيا خطرا حيال تحرك عسكري تجاه محافظة إدلب؟ أهلا بكم مشاهدينا من جديد. هل تستشعر تركيا خطرا حيال تحرك عسكري تجاه محافظة إدلب وغيرها من التساؤلات؟ يجيبنا عليها السيد مصطفى سيجري القيادي في الجيش السوري الحر. أهلا بك سيد مصطفى على شاشة حلب اليوم. بداية، على الرغم من التأكيدات الكثيرة التي تقول أن النظام لن يتقدم إلى محافظة إدلب، إلا أن تركيا تحذر مجددا من نتائج العملية العسكرية، هل تتوجس تركيا خوفا من هذا السيناريو أو اقترابه ربما؟ نعم، شكرا أستاذ عمار. طبعا تركيا لها تخوفات حقيقية، لأنها تدرك تماما بأن الجانب الروسي عندما يبدأ بعمل عسكري فهذا يعني أنه لا يستهدف جبهة النصرة، وإنما سوف يستهدف القوى الثورية بشكل كامل، قوى الجيش السوري الحر، سوف يستهدف الحاضنة الشعبية، وبالتالي هدفه هو إعادة سيطرة نظام بشار الأسد على المناطق بشكل كامل، وهذا يعني معارك سوف تكون دامية، لأن الجيش السوري الحر لن يسلم، وبالتالي سوف يكون هناك حالة نزوح كبيرة جدا. نحن نتحدث عن أكثر من 4 ملايين سوري متواجد في هذه المنطقة، وبالتالي يعني هذا القرار أيضا هو إنهاء العمل باتفاقية خفض التصعيد، وهذا يعني أن منطقة ريف حلب الشمالي الشرقي، منطقة عمليات درع الفرات، منطقة عمليات غصن الزيتون بالتأكيد لن تقف مكتوفة الأيدي، لن تقف يعني تتابع فقط، تكون متابعة لما يحدث في إدلب، بل سوف تنخرط بالعمل العسكري بشكل كامل. فبالتالي هذا يجعل من تخوفات تركيا محقة. روسيا لم تكن إطلاقا صادقة بادعاءاتها بأنها تريد فقط استهداف جبهة النصرة، لأن هذا السيناريو تكرر في جميع المناطق التي سبقت منطقة إدلب وما حولها. هذه الزريعة وهذه يعني الادعاءات الكاذبة لم تعد تنطلي على أحد، لا على الشعب السوري ولا على حلفاء الشعب السوري. ولكن نؤكد على نقطة وقد قلناها مرارا وتكرارا، تعقيبا على الحشودات التي وصلت على تخوم مناطق سيطرة قوى الثورة السورية، لا ترقى بداية، هي لا ترقى لشان عمل عسكري واسع على كامل هذه المنطقة، وبالتالي نؤكد بأن النظام لا يملك صلاحية القرار بإعلان بدء عمل عسكري منفرد بدون أن يأخذ الموافقة والدعم من الجانب الروسي، وأيضا روسيا لا يمكن أن تدخل بعمل عسكري واسع النطاق. نعم، على عمرك يعني بالفعل سيد مصطفى، يعني كما يقال في العامية يعني عمرك أطول من عمري. كنت سأسألك عن هذا الموضوع تحديدا، يعني منذ قليل كان معنا مراسلنا من داخل إدلب وقال يعني الترويج هو من قبل النظام إعلامي فقط، لا يوجد أي حشودات يعني تذكر على أطراف إدلب أو ريف حماة أو ريف اللاذقية هنا. إلى أي مدى يمكن القول إن سيناريو العملية العسكرية في الشمال السوري مستبعد؟ هل نتحدث مثلا عن المدى الطويل؟ طبعا دعني هنا أذكر أهلنا في سوريا، نفس السيناريو الآن يتكرر عندما بدأت الآلة الإعلامية للنظام بالترويج عن أنه سوف يدخل إلى مدينة عفرين، عندما كان الجيش السوري الحر وبالإضافة للحلفاء في تركيا يستعدون لدخول مدينة عفرين، روج النظام وأرسل الصحفيين والإعلاميين وجهز الأرتال ودخل الإعلامي الشبيح شادي حلوة إلى مدينة عفرين، وأوهم القوات الانفصالية بأن النظام سوف يدخل عسكريا، وعندما اقترب رتل لقوات النظام
قامت تركيا بالرد المباشر، لأنه لا يندرج ضمن الاتفاقات الإقليمية الدولية. طبعا نفس السيناريو الآن يتكرر في هذه المنطقة، يحاول الإعلام إعلام النظام أن يشن حملة أو حرب نفسية باتجاه القاعدة الشعبية للقوى الثورية في هذه المناطق، وأيضا يستخدم بعض أدواته ممن يسعى إلى فتح باب التسويات والعودة إلى تحت حذاء العسكري طيب سيد لنظام مصطفى، بشار يعني الأسد. افهم من قولك، يعني عندما تقارن عفرين بإدلب، هل افهم منك ان النظام يتخوف من دخول التركي اكثر في إدلب، وبالتالي لن يجرؤ النظام لا مستقبلا ولا حاضرا ولا آجلا ان يقترب من هذه المدينة؟ نحن نؤكد بأن النظام لن يجرؤ ببدء عمل عسكري دون الأخذ الموافقة الروسية، وروسيا لن تعطي هذه الموافقة إلا إن توصلت إلى تفاهمات كاملة مع الجانب التركي. أخذنا تعهدات من الجانب التركي بأنهم لن يسمحوا بعمل عسكري من شأنه أن يستهدف المدنيين والقوى الثورية في هذه المنطقة. حقيقة الواقع في الشمال معقد، لا نقبل بأن يتم التشبيه ما يحدث الآن في الشمال أو التفاهمات الإقليمية الدولية بمناطق أخرى كالجنوب والغوطة ولكن وغيرها. يعني سيد مصطفى، يعني هنا نقطة مهمة أثرتها حضرتك، يعني الجانب التركي وعدكم بأن لا يكون هنالك عملية ضد المدنيين، ولكن ربما تقول روسيا نحن لا نريد أن نستهدف المدنيين، نحن نريد أن نستهدف جماعات إرهابية النصرة مثلا، وبهذه الذريعة عندما تتفق هي وتركيا على هذا الموضوع سوف تضرب كل شيء ما عدا جبهة النصرة. بالتأكيد تركيا لن تدخل بهذا الاتفاق لأنها تعلم بأن روسيا غير صادقة بادعاءاتها باستهداف جبهة النصرة. هي تعلم بأن روسيا تريد استعادة هذه المناطق بشكل كامل إلى سلطة نظام بشار الأسد، وبالتالي تركيا تعي بأن الجيش السوري الحر صحيح أنه التزم سابقا بالاتفاق التركي الروسي باتفاق مناطق خفض التصعيد في الشمال، ولكن هي تعلم بأن هذه الفصائل لن تقف مكتوفة الأيدي إن بدأ عمل عسكري باتجاه الساحل أو حتى ريف حماة أو ريف حلب، مناطق سيطرة الجيش السوري الحر، وأيضا إن بدأ عمل عسكري باتجاه مدينة إدلب. لن تكن فصائل منطقة درع الفرات وغصن الزيتون في معزل، بالتالي سوف يكون هناك تحرك. إذا الاتفاق بشكل كامل سوف يصبح في مهب الريح. نعم. عندنا 4 ملايين سوري كما قلت في هذه المناطق، أكثر من 4 ملايين، هؤلاء سوف يشكلون ضغط، لا يمكن لتركيا والشعب التركي أن يقف أيضا مكتوف الأيدي وهو يشاهد القنابل تستهدف المدنيين، سوف يكون هناك فتح للحدود. طيب. بالتالي نحن أمام كارثة حقيقية. إذا تخوفات تركيا في محلها، وبالتالي هي تحاول أن تضغط وأن تعمل دبلوماسيا حقيقة. تشكر يعني القيادة السياسية في تركيا، هناك حراك دبلوماسي قوي جدا، اتصالات مع الجانب الروسي ولقاءات، وأيضا مع الجانب الأوروبي. تركيا تحاول حقيقة أن تحمي المنطقة بشكل كامل وأن تمنع حدوث أي عمل عسكري على الشمال السوري. طيب هنا في هذا السياق، روسيا قدمت مقترحات للجانب التركي لتسوية الوضع في محافظة إدلب، هل لديك أي معلومات حول هذا الموضوع؟ ما نعلمه يقينا بأن روسيا لا تملك إلا يعني إجراء صفقة، وهي خروج القوى الثورية بشكل كامل إن لم ترضخ للعودة إلى سلطة نظام بشار الأسد، وهذا بالتأكيد تركيا تعلم بأن هذا مرفوض بالنسبة للقوى الثورية. طيب وزير الخارجية التركي أكد على ضرورة التفريق بين الجماعات المتشددة وفق تعبيره وبين المدنيين، إلى ما يشير هذا التصريح برأيك؟ بكل صراحة جبهة النصرة تسببت لنا بمشاكل سابقة، وأيضا هي جزء من المشكلة الحالية. بقاء جبهة النصرة في هذه المناطق يشكل عبء على القوى الثورية، يشكل عبء على المدنيين، يشكل عبء أيضا على الحليف تركيا، فبالتالي لا يمكن السماح لهذا التنظيم أن يستمر في هذه المناطق. بالتأكيد لن يكون هناك مستقبل لتنظيم جبهة النصرة، لن يكون له أي دور في مستقبل سوريا. تركيا تعي هذا تماما.
نعم. طيب لافروف أيضا وزير الخارجية الروسي قال إن عشرات الآلاف من المتشددين يحاولون عرقلة الجهود التركية لفصلهم عن القوات الأكثر اعتدالا. ماذا لو نجحت تركيا في هذا المسعى؟ هل ستنكفئ روسيا؟ طبعا بالتأكيد الوضع هنا دائما جرت مقارنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن روسيا لن تكون جادة، هي بالتأكيد غير جادة، ولكن نحن هنا وتجري المقارنة ما بين الشمال السوري وما بين دارية الكل يعلم لم يكن هناك تواجد لجبهة النصرة إطلاقا، ولكن هنا الوضع مختلف، هنا يوجد قوات تركية، هنا يوجد تركيا القوى الإقليمية، لا يمكن لروسيا أن تتجاوز هذه القوة. هي لديها الآن ادعاء بأن هذه المنطقة يوجد فيها تنظيم جبهة النصرة، إن استطعنا ومن خلال جهود، طبعا نحن بدأنا سابقا بخطوات عملية باتجاه الوصول إلى حل تنظيم جبهة النصرة بشكل كامل أو بالحد الأدنى إلى عزل الشخصيات المتطرفة والتي نعتقد بأنها تنفذ أجندات خارجية، ربما نضطر لاحقا لتنفيذ عمل عسكري محدود، ولكن نحن نحاول حقيقة ومن خلال عدة جهود ومساعي لكثير من الشخصيات المستقلة، وتركيا تحاول أن تضغط سياسيا دبلوماسيا على أن يتم حل تنظيم جبهة النصرة بهدف حماية المنطقة بشكل كامل. إن تم إنهاء ملف جبهة النصرة سلميا، نحن نعتقد بأن هذه المنطقة أصبحت حلم على نظام بشار الأسد، ولا يمكن لروسيا أن تدخلها، ولا يمكن لإيران ولا للنظام أن يفكروا بالدخول إلى هذه المناطق. مصطفى السيجري القيادي في الجيش السوري الحر، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا في هذا الملف. مشاهدينا بعد الفاصل، ما الذي تحمله زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى مناطق قسد؟ فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، حياكم الله أينما كنتم. ما الذي تحمله زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى مناطق قسد؟ هذا سيكون محور ملفنا. قال المستشار لوزارة الخارجية الأمريكية ويليام روباك إن قوات التحالف الدولي ستركز اهتماماتها على انسحاب القوات الإيرانية وحلفائها من سوريا. وأشار المستشار في مؤتمر صحفي عقده في ناحية الشداد بمحافظة الحسكة إلى أهمية القضاء على آخر معاقل تنظيم الدولة بشكل نهائي في منطقة حوض الفرات شمال شرقي دير الزور، وأكد أنهم يسعون إلى تقديم مساعدات إنسانية للأهالي وعودة الاستقرار إلى مناطقهم بعد خروج التنظيم منها، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن قوات التحالف الدولي نصبت أجهزة رادار متطورة في قواعدها العسكرية في الحسكة وكوباني، وشرعت ببناء قاعدة عسكرية في بادية مدينة الهجين شرق دير الزور، ونقلت إليها العتاد الثقيل. وينضم إلينا السيد عمر كوجري الكاتب الصحفي من إربيل. أهلا بك سيد عمر، يعني هل هنالك ارتباط بين هذه الزيارة والمفاوضات التي تقوم بها قسد مع نظام الأسد؟ نعم، أهلا بكم شادي الكريم، حياك الله. بصراحة يعني لربما هناك ارتباط، ما يعني لربما استعجلت أسد أو مشهد فلنقل، يعني المشهد يعني نعم مجلس الديمقراطي، نعم يعني في محاولة تسريع التفاوض مع النظام السوري لضغط لعمل ضغط ما على الولايات المتحدة من أجل الالتفات إليهم أو الاهتمام بهم، لأنه بالفعل الأخير وخاصة في موضوع عسكري كما رأينا أن الموقف في الولايات المتحدة تجاه قوات الشعب الديمقراطية وتجاه حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الحماية الشعبية بشكل عام كان سلبيا، لنقول يعني لم يقدم لهم اي مساعده ضد الجيش القوي الجيش التركي او الجيش الحر. لربما هذا الامر هكذا يعني يفكر، ولكن بالنهايه يعني لنقل ان الولايات المتحده لم تقم باي
عملية وثيقة مباشرة أو توقيع اتفاقية مباشرة ورسمية، لأنها يعني دائما يعني في موضوعة محاربة داعش يعني تستعمل بعض القوى المسلحة الجاهزة والمدربة وتعطيهم السلاح وتقوم باستعمالهم يعني. فلا زالت الأهمية العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بالنسبة للولايات المتحدة في حربها طبعا ضد داعش لا زالت تحمل الورقة المهمة. ولهذا أتصور أن زيارة الدبلوماسي الأمريكي مؤخرا إلى كوباني وإلى نمبش ومؤخرا إلى شدادي، وربما هناك توجه بزيارته يعني زيارة قوات ديمقراطية في شرق دير الزور يعني كنوع من مثال تطمين على ما أتوقع يعني أن الولايات المتحدة لا تتخلى عن قسد وأنها معهم يعني. طبعا الرسائل كثيرة يعني من ضمنها طبعا أن يعني بعض التعليقات السياسية قرناها أن الولايات المتحدة باقية في سوريا حتى ما بعد القضاء على تنظيم داعش. طبعا هي كمان ورقة سنسميها يعني ضد المشروع الإيراني في سوريا مستقبلا طبعا. طيب برأيك لماذا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع قواعدها العسكرية في مناطق قسد؟ قلت حضرتك هي فقط للمشروع الإيراني، هل لهذا السبب أم أن هنالك أسباب اقتصادية ربما تفيد الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي إلى المنطقة لتخرج منها حالما القضاء على داعش، هذا الأمر مفروغ منه أستاذ الكريم. وهناك قوة عسكرية يعني جاهزة ومدربة تدريبا حديثا وتملك أسلحة. وعلى فكرة يعني أريد أن أوصل هذه الرسالة أيضا يعني مؤخرا يعني خلال العشر أيام الأخيرة يعني وصلت كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة أمريكية إلى مناطق تواجد قسد سواء في الجزيرة وفي المناطق التي يشتغل عليها هذا التنظيم أو حزب التيادية يعني. فيعني هناك يعني سوريا صارت يعني ملعبا للمجتمع الدولي يعني للأسف يعني الكل يلعبون في مرمانا يعني أمريكا. ماذا عن الثروات النفطية أيضا هناك في هذه المناطق؟ نعم. طبعا الولايات المتحدة طبعا يعني تعرف من أين يؤكل الفتك يعني، هي الآن يعني تضع عينها على المنطقة الشمال شرق سوريا طبعا الغنية دمشق كما تفضل، وطبعا لها مشروعها المستقبلي وليس في نيتها الخروج من سوريا مستقبلا. طبعا هي تتذرع بموضوع القضاء على تنظيم داعش وبمحاربة أو تقويض فلنقل الوجود أو التواجد الإيراني الكبير في سوريا وميليشياته كحزب الله وغيره الميليشيات العراقية وهؤلاء الشيعة الذين أتوا من كل مكان لمحاربة الشعب السوري. الحاصل أن الولايات المتحدة باقية في المنطقة إلى أمد لا أتوقعه قريبا. طيب ما هو الموقف التركي برأيك وهو حليف الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في حلف الناتو من هذه الزيارات ومن هذه التصريحات في المناطق التي تعتبر حساسة بالنسبة للأتراك؟ طبعا يعني كما تعلمون وبما أننا إعلاميا يعني نرى أن التوتر حصل بشكل واضح بين الولايات المتحدة وتركيا مؤخرا، وخاصة فيما موضوع القصف الأمريكي المعتقل حاليا في سيون تركيا وهبوط مريع للعملة التركية. نعم. ويعني مناوشات وتصريحات نارية من الطرفين وهكذا كل هذه الأمور. طبعا أتصور أن بالنهاية كما تفضلت أن طالما أن تركيا هي عضو في الناتو لا أتوقع أن تفرط الولايات المتحدة بصداقة تركيا بالمحصلة على حساب دعم مجموعة كردية مسلحة يعني لصالحها يعني. فالأمور
تتجه نحو ان امريكا ربما اعطت بعض التطمينات فلنقل جانب تركيا لانقره انها يعني ليست بصدد توسيع التعاون العسكري مع قسد، بحيث انه يشكل هذا التجمع العسكري الكبير طبعا ضغطا نفسيا او حتى يعني لوجستيا على تركيا بصوره عامه. طيب كيف سيؤثر الوجود الامريكي على مخططات النظام الراميه لاستعادة كافة المناطق السورية إلى سيطرته وخصوصا مناطق الثروات الباطنية؟ النظام كما يعني تعلم يعني هو يخطط، ولكنه أيضا ليس له حول ولا قوة. يعني من خطط عنه هي موسكو حقيقة. يعني فالموضوع ان النظام لو كان بفرده لما انتصر بين مدوجتين طبعا عزاء على الشعب السوري، لما انتصر ولما استطاع ان يحرر بين قوسين ايضا قريه واحده، ولكن بفضل الدعم العسكري الكبير الروسي والايراني وميليشيات حزب الله الى كل هؤلاء القتله والمجرمين الذين دخلوا الارض السوريه، يعني استطاع النظام ان يحرز بعض الانتصارات مؤخرا، او فلنقل يعني يتوجه الى ان يسيطر على كامل الارض السوريه. بتوقعي ان النظام يعني اذا صار هناك نوع من التوافق بين موسكو وبين واشنطن، هذا هو الامر المهم. يعني لن الولايات المتحده لن لا يهمها كثيرا أن يكون النظام السوري راضيا عن هذا الوجود الأمريكي في المنطقة الغنية كما تفضلت بالنفط في مناطق سوريا. شكرا. أو لا، يعني بقدر ما أن هناك ربما يصير اتفاق نوعا ما بين الولايات المتحدة وبين روسيا في هذا السياق، وأتصور أن الأمور يعني بالمحصلة الورقة الهامة والكبيرة حاليا بيد واشنطن وليست بيد لا روسيا ولا أنقرة ولا أي هذه الدول الإقليمية والعالمية التي طبعا تتحكم في الشأن السوري. والنظام كما نرى لا حول له ولا قوة، لا النظام بصراحة ولا المعارضة. يعني الشعب السوري أصبح يتفرج على لعب هؤلاء اللاعبون الكبار في المنطقة السورية. الكاتب الصحفي مفهوم سيدي. الكاتب الصحفي عمر كوجري كنت معنا من إربيل، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا. أيضا أشكر ضيوفي السيد مصطفى السجري القيادي في الجيش السوري الحر، وحسين عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من اسطنبول، وأشكر أيضا مراسلنا محمد الضغيم كان معنا مباشرة من ريف إدلب. الشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم مجددا في أخبار جديدة لنكشف لكم تفاصيلها ونغوص معا بين ثنيها. هذه تحيات محدثكم عمار الشاعر، لكم مني كل المحبة، دمتم بخير وإلى اللقاء.